مشاهدي ومتابعي تلفزيون يوم السابع، اهلا وسهلا بكم للاستوديو التحليلي مباراه القمه 122 بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. ومعنا في الاستوديو النهارده نجوم كبيره جدا، بس معايا محمد مراد طبعا، كابتن هشام ياكل نجم مصر ونادي الزمالك، ولاول مره كابتن محمد يوسف بقى نجم النادي الاهلي ونجم مصر وشبيه بيقولوا حبيبي. مرحبا بيك كابتن محمد لاول مره، وطبعا كابتن هشام ضيفنا الدائم في اليوم السابع. نبتدي النهارده كده كابتن بتشكيل النادي الاهلي بصفته صاحب الملعب. طب مش نسلم على بعض يعني الاول؟ اه كابتن محمد، انا سعيد والله ان يعني النهارده كل سنه وانتم طيبين، سعيد ان اكون معاكم طبعا يعني مشاهدين بقى ومتابعين موقع اليوم السابع، وطبعا عمر ومحمد يعني هنعمل استوديو هيكسر الدنيا ان شاء الله. والكسبان هنقول له مبروك، والخسران هنقول له هارد لك، ولو تعادلنا يبقى خير برضه مفيش مشكله. حلوه كابتن النهارده، يعني مات يعني 22 مليون متابع على صفحات اليوم السابع، فده رقم كويس. 22 مليون ما شاء الله، رقم كبير يعني مصداقيه اليوم السابع الحمد لله، واحنا ماشيين في طريقنا الصحيح. نبتدي يا كابتن في ماتش النهارده الاهلي والزمالك، وتشكيل الاهلي بصفته صاحب المباراه: حراس المرمى محمد الشناوي، محمد هاني خط الدفاع، ممكن نمسك تشكيل الاهلي ورامي ربيعه وايمن اشرف، خط الوسط عمرو السوليه واليو ديانج وقفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وفي الهجوم محمد شريف. كابتن محمد يعني رايك ايه في تشكيل النادي الاهلي؟ لو عندك اي تعليق. يعني هو طبعا تشكيل بنسبه 90 او 95% كان متوقع، يمكن في بعض الناس بس كان رايها ان ممكن يلعب محمود وحيد على اساس المباراه اللي فاتت لعبها، ويخش ايمن يمسك جوه كمساك جنب بدر بنون، لكن موسيماني فضل ان يبدا برامي ربيعه. برضو كان في كلام على رامي ربيعه او ياسر ابراهيم، لكن طبعا اكيد المدير الفني هو الادرى، هو اللي بيبقى يعني متابع لحاله اللعيبه، قريب قوي من حاله من اللعيبه يوميا، وبالتالي الموضوع يعني قريب قوي. يمكن هو فضل، انا اعتقد فضل انه يحط ايمن اشرف على اساس انه يامن دفاعيا، عنده مباراتين، المباراتين دول مفترض ان هما بست نقاط. خلي بالك هو بيلعب مباراه الزمالك حتى الكارتيرون برضه هتلاقيه بيفكر في المباراه وبيفكر في البطوله، لان الفريقين بيلعبوا على البطوله في النهايه. فهو برضو من تفكيره او السيناريو اللي حطه انه ممكن يحط ايمن اشرف على اساس انه برضو شيكابالا من العناصر المميزه ومن العناصر اللي هي مفتاح لعب قويه، ولازم يبقى حد بيلعب عليه يعني دفاعيا يقدر يشتغل مع شيكابالا. فيما عدا ذلك التشكيل كله كان متوقع: طار محمد طار وقفشه وحسين ثلاثه، ويبقى معاه بقى الاوراق الرابحه زي وليد سليمان، كهربا، مروان، يعني بقيه الاوراق اللي يقدر ان هو يعدل بيها النتيجه لو حصل حاجه. وبعد كده طبعا في وسط الملعب انا شايف ان اميز وسط ملعب ديانج وسوري سوليه واليو ديانج ميزتهم ان حاجتين: بيقدروا يستحوذوا وبيقدروا يجروا. مهم جدا، يمكن حته كنت بتكلم فيها النهارده الصبح حتى، ان وسط ملعب نادي الزمالك اللي هو فرجاني ساسي وطارق شرقي، لا انا بتكلم على الوسط الدفاعي. تمام. الموضوع متحمله طارق حامد بنسبه كبيره. ليه؟ طارق حامد دفاعيا والاهلي فريق استحواذ، طارق حامد بيمسك الكوره طارق حامد بيبدا يجري عشان يقطع. يعني انت عندك دور دفاعي مع فريق مستحوذ، فرجاني، بن شرقي، شيكابالا، ارتدادهم مش بالشكل المطلوب. لكن انت السوليه وديانج الاثنين بيقدروا يمسكوا ويستحوذوا ويدوروا الكوره مع طبعا الشحات ومع قفشه ومع طاهر محمد طاهر، وفي نفس الوقت معهمش الكوره بيقدروا يجروا، لان الماتشات دي مهمه. نادي الزمالك عنده كوره، في واحد زي فرجاني ساسي، واحد زي بن شرقي بيحط الكوره تحت رجله، واحد زي يوسف اوباما، واحد زي شيكا، كل اللعيبه دي محتاجه ان حد يضغط عليه، والا لو اديته مساحات شيكابالا اديته مساحات راح عامل لك جون كوبي بيست، يحط جون مهم. يعني انا شايف الكفه بتاعت السوليه وديانج ارجح شويه من كف طارق حامد، عشان الحته اللي انا بقولها لك دي. فرجاني مطالب، يعني اتفق مع كارترون، لو هيلعب مع فرق كتير قوي في الدوري فرجاني هيديله الاوبشن اللي هو يبقى عنده حته هجوميه، لكن مع نادي الاهلي بوسط ملعب بيقدر يستحوذ ويمسك الكوره ويدور، وده اسلوب النادي الاهلي انه بيصبر قوي وتقيل قوي، يعني ممكن يقعد يستحوذ ويرجع ويستحوذ، يعني ما بيستعجلش على انهاء الهجمه. فانت في الحاله دي لازم يبقى عندك معدلات جري في وسط الملعب عشان تقدر تضغط. لكن المباراه انا متوقع انها تبقى مباراه حلوه، مباراه يعني فيها شغل كويس تكتيكيا من الاثنين طبعا، سواء موسيماني او كارترون، بالاضافه كمان كم لعيبه الكره اللي في الملعب هيكسروا الدنيا، يعني هيقدموا لك كره حلوه. رامي ربيعه، يعني قبل الماتش كان في خلاف رامي ربيعه ولا ياسر ابراهيم، انت ايه رايك؟
رامي ليه مستوى، رامي لا مصنف لاعب دولي فاهم قصدي، لكن بعد طبعا نتيجه الاصابات ونتيجه، وبعدين رجع حط نفسه تاني لو تفتكر كاس عالم الانديه هو استبعد، رغم ذلك بذل مجهود كبير جدا واتمرن لوحده واشتغل على نفسه كتير ورجع وحط رجله، لكن هو ليه مستوى. ارجع هتلاقي منتخب مصر 2018 2017 كان رامي موجود. ماتشات اللي زي دي لا رامي ممكن تحطه لانه عنده يعني خبرات اكتر، عنده ثبات انفعالي اكتر، عنده اولا موسيماني بيحب يبدا من تحت كابتن هشام، وبالتالي رامي ربيعه وبدر بنون اتنين كورتهم من اللعيبه المميزين، بيحط الكره تحت رجله، بيلعب باص، بيستلم، يعني بيلعب كره من تحت بشكل مميز. يعني اكيد عندنا تشكيل الزمالك النهارده برضو ممكن يوسف يجيبه لنا. عندنا تشكيل الزمالك شبه التشكيل الاساسي المره اللي فاتت، محمد عواد في اليمين، المسلوسي واحمد فتوح والونش ومحمود علاء، وفي نص الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي وزيزو واشرف بن شرقي وشيكابالا، وفي الهجوم بادئ بيوسف اوباما النهارده. دي الاختلاف الوحيد كان بيبتدي دايما بحميد احلى يا كابتن. هو بص طبعا يعني انا يمكن طلبت الفتره اللي فاتت ان اوباما يلعب سنتر فورورد، يعني يمكن في اخر مباراه كنت مع سمع كلامك النهارده ان انا قلت ان انا ايه انزل اوباما كفورورد بشتغل عليه، واوباما كورته كويسه جدا وعنده ثبات انفعالي جوه منطقه الجزاء، بيعرف فعلا يستحوذ على الكوره كويس وبيعرف يشوف الجون كويس، يعني انت فاهم، وهو اصلا طريقته على الجون كويسه، يعني بيروح بيعرف يحط جوان. محمد عواد الحته اللي هي احنا هنتكلم دلوقتي من وراء عواد طبعا ثبات الاستمرار بثباته الماتشين اللي فاتوا طبعا اخذ فده ثقه اكتر وبيبقى طمأنينة اكتر لخط الدفاع، مع ان انت دايما مهم جدا ان الجون يكون مع خط الدفاع اللي هو اللي كان موجود الماتشات اللي فاتت. يمكن طبعا انا بقول كان يعني من وجهه نظري ان هو كان يبدا بعبد الشافي باك ليفت، لان لسه راجع من الاصابه، ما هو خلاص ما هو لعب وشارك الفتره اللي فاتت، هو رجع من الاصابه خلاص، هو دلوقتي عبد الشافي عنده خبرات اللي يقدر يشتغل عليه، امتى يقدر يتحرك وامتى يقدر يروح وامتى. فتوح لعيب لسه صغير وعنده عايز يظهر، فبيطلع جهده كله للحته الاماميه، فعشان كده بينسى ساعات الناحيه الدفاعيه شويه، فبتسبب مشكله، وخصوصا النادي الاهلي بيحط دايما الشحات او كهرباء او اي حد الناحيه الشمال او اليمين، فبيعمل مشكله في الحته دي. تحركاته الكتير بتسيب على اساس القصه اللي هي بيسيب الحته اللي في ظهره دايما، فبتلاقي فيها اخطاء ممكن بيشتغلوا عليها. بالنسبه للمسلوسي ماشي كويس، هو يمكن علشان ابتدى يخش فورمه وهو واحده واحده، فيمكن جاله كان شد خفيف، لكن هو ماشي كويس. بدايه شيكابالا من الاول شايفها منطقيه ولا ده مهم جدا شيكابالا النهارده، لان هيبقى مشكله النادي الاهلي الاربعه اللي قدام لعيب الكره كويسه، يعني الاربعه مشكله النادي الاهلي النهارده بالنسبه لزيزو، وهيبقى بن شرقي وتحتيهم شيكابالا واوباما كمان. كان الاول يعني يمكن معروف ان اللعيب الفرود اللي بيلعب هنا هو في الحته دي حميد احداد مروان بالظبط، يعني مقريين مقريين المدافعين، لكن اللعيبه اللي هي عندها تحركات وفكر كروي جامد جوه الملعب دي هتبقى مشكله بالنسبه للنادي الاهلي. يعني انا بقول لك النهارده في الثلاثه دول لو اتحركوا طبعا ده مهم جدا، زي ما كابتن محمد اتكلم قال لك الاستحواذ في نص الملعب، فيجب على النساسي وطارق حامد اذا ما كانوش هيبقى بالدور ده مقويين الاربعه اللي قدام، لا هيحصل فجوه، لان طبعا الاربعه اللي قدام بيطلعوا وبيهاجموا لكن الدور الدفاعي بتاعهم اقل شويه. فعشان كده انا شايف ان المفروض النهارده نادي الزمالك اذا حب ان هو بالطريقه دي، لكن يبقى ضغط من اول المباراه، لو حب ان هو يلعب زي ما ابتدى الماتش اللي فات ويدي فرصه النادي الاهلي انه يتحكم، النادي الاهلي ممكن يتحكم في المباراه، لان النادي الاهلي في الوقت ده بيحب ان هو اول ربع ساعه او ثلث ساعه ان هو يحب يضغط ويجيب جون، فلو جاب الجون بيبقى صعب جدا عمليه التعادل او الرجوع للماتش، فبتبتدي بتخش في مرحله ثانيه. ثاني حاجه انت التغييرات اللي عندك ما ينفعش النهارده، فعشان كده انت لازم اللاعب ورقك كله الاساسي،
يعني مثلا مش حاطط مثلا بره لاعب ورا رابحه بره ورا رابحه يعني هو نزل الكل ففي مشكله عنده. فلو هينزل لو لعب فيرود هيضطر ان هو ينزل سيبدين جزيره وحميد احداث يعني ده يعني هو دلوقتي كابتن هو دلوقتي كابتن شيكابالا رقم 10 ولا جناح؟ لا 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 10 لان زيزو بيلعب ناحيه اليمين وما ينفعش يلعب حته ثانيه. كابتن محمد قال حاجه مهمه, قال ان هو ديانج والسوليه تفوقوا على 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 فنجان الساسي وطارق حامد. لك لو تفوقوا على الساسي ما هو انت لو ايه ما بيقومش بدور الدفاع زي طارق حامد صح كده؟ التشكيل اللي بدا بيه كارترون ده انا هكمل على كلام كابتن هشام. زيزو هيفرق معاك جدا في وسط الملعب. ليه؟ زيزو جناح ولا كده؟ زيزو جناح. لا لا زيزو هيلعب طرف يمين. زيزو هيلعب طرف يمين وشيكابالا هيخش 10 وبن شرقي هيبقى في الشمال وهيديهم حريه شويه يعني في الحركه يعني. بس زيزو اول واحد في الثلاثه دول مع اوباما اول واحد هينزل يقفل لك نص ملعب مع مين؟ مع فرجاني ومع طارق. دي اكيد يعني الزمالك وهو بيدافع هيدافع بالثلاثه في وسط الملعب. ممكن زيزو يرجع على الحته دي طبعا ممكن. هيرجع عشان يملى نص ملعب هو في الحته دي. تصور انت عرض استاد القاهره, عرض استاد القاهره على 2 ولا على 3؟ لا على اكيد هيبقى لما يملى لا 3 طبعا. اعتبر ودي اللي خلى الكارترون اعتقد النهارده انه اتعلم من الماتش الاولاني ان 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 زيزو لما يملى له وسط الملعب هيبقى عنده يعني عايز اقول لك كفاءه دفاعيه كويسه مع الرباعي اللي ورا, لان بن شرقي ارتداده ما هوش قوي وشيكا نفس الكلام واوباما راس حربه مش هيقدر يشارك طبعا. فزي ما قال الكابتن شام هتفيده قوي هجوميا, هتعمل له اوبشنز هجومي قوي جدا مع طبعا فتوح وتقدمه مع المسلوسي يعني عشان طبعا حازم المسلوسي يعني. لكن في النهايه حركاته كتير مش فرجاني هيكمل طبعا هيخش في البوكس. كابتن لو راك رابحه للزمالك الزمالك عندك الرباع اللي قدام والاهلي نفس الكلام. الاهلي تعالى شوف محمد شريف وقفشه وطاهر محمد طاهر ومرام السولية مثلا يعني السولية هيكمل زي فرجاني بس تكملت فرجاني اعتقد أقوى. يعني اقوى او اخطر لكن السولية تقيل في ادائه الدفاعي في استحواذه في تدوير الكوره. النادي الاهلي ليه اسلوب شويه في تدوير الكوره من اليمين للشمال ويفضل يصبر قوي وقفشه ينزل ويمسك الكوره لغايه لما تلاقي فرصه كويسه ان يخش, ما بيستعجلوش يعني ما بيقلقش قوي انه يفضل ينقل ويدور الكوره يعني. كمدير فني سابق للاهلي كابتن شيكابالا اخطر في رقم 10 ولا كجناح؟ لا كجناح كجناح بس هو دخله النهارده عشان يستفيد بيه بقدر الامكان ويبقى عنده زيزو. لكن شيكابالا في الطرف عشان يحط الكره على رجله لا طبعا هو عنده مساحات. اتكلم في نقطه صح فعلا, وهو فعلا ان ممكن يبقى نزول زيزو لنص الملعب مهم جدا ودخول شيكابالا من ناحيه اليمين يعني هتلاقي الشغل ده ممكن يحصل يعني حته مثلا لو حصل مثلا هجوم نادي الاهلي حاجم او حاجه زي كده فهتلاقي ممكن زيزو بيرجع وهتلاقي شيكابالا قفل قدام زيزو شويه على اساس ان هو ياخد حته الجناح في عمليات المرتدات يعني انت فاهم يعني في تبادل ما بين وبعد كده انا متهيئ ان في تعليمات لشيكابالا النهارده متهيئ لي يعني تعليمات ان هو يلعب في اي مكان ان هو هيتحرك يمين او شمال ودي هتسبب مشكله انت فاهم لنادي الاهلي برضو يعني ما هواش بدل لعيب بالثابت في مكانه. انت النهارده معظم المدربين دلوقتي يا كابتن محمد في مصر ما بقاش بيلزم لاعب مع لاعب يعني ما فيش مانتومان انت فاهم اتلغت الحته دي فدي مسببه اخطاء دفاعيه كبيره جدا عشان كده معظم السرد باكات او المدافعين هتلاقي اخطائهم كبيره. ليه؟ لما عندوش الحته انه بيطلع الكوره سواء لاعب نادي الاهلي او الزمالك يطلع الكوره لمنطقه ال18 فتلاقي اللي مكمل داخل شايط اللي مكمل بياخد الكوره ويحطها لزميل داخل تاني بيخلق منها فرصه كبيره. دي نتيجه ان الاثنين السردباكين بيسقطوا لوحده لورا لان خلاص انت ما اديتهمش تعليمات ان هم يمسكوا فعشان كده بتعمل مشكله كبيره في في بتاع. لو انا جيت النهارده قلت لمحمود علاء او للونش جيت قلت له ايه لما تيجي الكره يبقى ميل الحته اللي هي اسقط شويه علشان تقدر تغطي على زميلك فالتعليمات كده. لكن عمرك ما شفت مدرب دلوقتي يقول للعيب الكره اول ما تطلع اضغط على اللاعب ما تلاقيش حد كده تلاقيه بيطلع الهيت وده الجون اللي جه قفشه او اي لاعب بيجي بتلاقي خطر على ال18 ده نتيجه تطليع الكره وعدم الضغط بعد كده بعديها ما بتلاقيش حد بيضغط. فعشان كده الاخطاء النهارده ارتفاع حصيله الاهداف في نادي الزمالك او في نادي الاهلي
نتيجة ان نص الحتة بتاعت الدفاع عندك ما بقاش فيه الضغط المباشر، الضغط انك انت تضغط على الكرة بعد ما ايه بتطلع الكرة فبتلاقي فجوة، وده اللي حصل في الماتش بتاع الاهلي والزمالك لما ابتدينا نطلع كرة واخدها يوسف اوباما وجيه الاخطأ طلوع السد باكين من ورا كان بطيء جدا، ادى فرصه لمين؟ لمحمد شريف ان هو يشوت، اخذ الثانيه يشوت واخذ الفرصه الثانيه انها اتلعبت له وهو كان فاضي عبال ما دخل عليه حد كان شاط في الجون الهدف اللي جابه في الزاويه القريبه في جنش. فعشان كده تعليمات المدربين اللي هم موجودين الكوتشات انا شايف انها لازم يعني في الماتشات اللي زي دي لازم يبقى فيه واجبات شخصيه، ما ينفعش ان انا انزل اقول واجبات خط لاين اللاين ده ينزل يدافع اللاين ده ينزل يدافع، لا الحته دي مسببه مشكله كبيره وما عندناش اللعيبه اللي بتلعب بكفاءه اللي هم الاثنين اللي يقدروا يعملوا الحته دي مش موجوده في الزمالك تحديدا كابتن ولا في الزمالك وفي الاهلي ومصر كلها. لا مفيش، انت مفيش يعني يمكن عندك ارتفاع مستوى في منسم في بالونش ثابت المستوى، محمود علاء عايز شويه بعد ما ابتدى يفكر ان هو كان بيزود الهجمات وبيزود الكلام من ده فمفروض ان هو يقف شويه دلوقتي علشان يحسن الحته دي وبعد كده طلوع الكوره. انا ما فهمش يعني في مدرب مدير فني ما يتكلمش مع المدافعين بتوعه في ازاي يطلع الكوره من منطقه الجزاء، الحاجات العكسيه والحاجات دي كلها دي الف ب كوره يا كابتن محمد. والاهلي والزمالك كابتن دفاعاتهم 13 هدف، يعني الزمالك طبعا في المركز الاول من 44 نقطه من 20 مباراه، الاهلي في المركز الثاني ب 40 نقطه من 18 مباراه، والاثنين عليهم يا كابتن 13 هدف. الاثنين على 13 هدف نسبه اهداف كبيره جدا انك انت بتخش بيك اهداف طبعاً. كبيره بس اسبابهم مختلفه يا محمد، يعني لما تيجي تمسك الاهداف اللي دخلت في النادي الاهلي نتيجه طبيعيه لتغيير كتير في خط الضغط، مش عايز اتكلم على والزمالك نفس عمليه على الزمالك انا عايز اتكلم على التغيير خط الظهر من طبعا 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 من يعني وارد جدا في الجزء الامامي ان انا اغير كتير حتى اخر ربع ساعه تلت ساعه الشوط الثاني ما حلتش المباراه، ممكن ابدا بلعيب ما اغير ونزل وليد سليمان ونزل كهربا لو كهربا بدأ انا اطلعه ونزل طار، يعني دايما التغييرات كتيره بتبقى في الجزء الامامي، الجزء اللي ورا بيبقى فيه ثبات، لكن لما تيجي ترجع للمباريات الاخيره هتلاقي معظم الاهداف ال 13 هدف دول هتلاقيهم في الماتشات الاخيره. ليه؟ لان انت عندك بدر بنون غيرك كان احتياطي ما بيلعبش، انت عندك خط ظهر كامل في مباراه لعبت خط ظهر سمير ورامي ربيعه يعني محمد هاني كان مصاب، محمد سمير. هاني لعب بك سعد سمير رامي ربيعه بقالهم فتره طويله جدا صح. لعبوا وبعدين كوكا لاعب وسط ملعب اساسا لعبوه بكده، شوف انت بقى وتلاقي بقى افراد دخلوا وافراد لسه ما دخلوش، يعني مثلا رجع لك ايمن اشرف ولسه بدر بنون وبعدين رجع محمود وحيد ومش عارف مين غايب طبعا، شايف الكلام ده كله ده كده ينتج عنه طبيعي جدا يعني اهداف خطا. الحته الثانيه بقى في الزمالك مختلفه شويه لو تسمح لي برضه اقول لك ليه، لاني هنرجع تاني الدور الدفاعي نادي الزمالك فرجاني وطارق لازم مش هيقدروا يدافعوا الزمالك بيدافع بست لعيبه في المباريات بتاعته، ست لعيبه فرجاني بيرجع بس ما بيضغطش، فبالتالي انت عندك خمسه مدافعين فهتلاقي كم اهداف كتيره بتخش في نادي الزمالك، فاهم قصدي ازاي؟ يعني لو جيت مثلا الاهداف اللي احرزها نادي الزمالك احرز كام؟ 38 هدف معدل كويس قوي ولا كام؟ 35 اسف اهو خلاص مقابل 34 الاهلي 34 34 بس معدلات كويسه لكن على انه يتلقى كم الاهداف دي عشان الفرق لازم هي الموضوع مش هجوم بس، انا ههاجم ايوه ههاجم بس لما اكون مش عايز اذكر اسامي انديه ممكن اهاجمها او مش مشكله لو هاجمتني، لكن في جزء شريحه كبيره جدا من فرق الدوري لا لو هاجمتك هتجيب في جوان، عندهم لعيبه وعندهم حلول وعندهم يعرف يتصرف ويعرف يعني عندهم حلول فرديه كويس، فلازم نادي الزمالك او نادي الاهلي ايا كان زي ما بيعرف يهاجم كويس لازم يدافع كويس، فالاسباب هنا مختلفه، اللي هنا تغييرات كتيره في خط الظهر في الزمالك عشان حته الدفاعيه اللي بقول لك عليها، انت عندك في الاربعه اللي قدام الامامي دول يعني زيزو انا بقول لك ليه النهارده هيفرق مع نادي الزمالك عشان هو من نوعيه الدفاعيه اللي بتنزل، لكن تصور انت النهارده لو كنت بدات الفريق مثلا زي احداد او ايا كان ورحت حاطط شيكابالا وبن شرقي واوباما الثلاثه دول يبقى انت كده اربعه قدام ما بيرجعوش الهجمه عليك عندك اربعه بره اللعبه مفيش الكلام ده، تعال شوف اعظم فرق في اوروبا تعال شوف مانشستر سيتي ولا واحد بس والتسعه تحت الكوره عندهم مهام دفاعيه ومانشستر سيتي بيلعب فاينل تشامبيونز ليج مع تشيلسي
فمفيش حاجه اسمها انا هاجم والكره مش معايا اقف بقى وارجع ماشي واشاور والكلام ده، مفيش الكلام ده. الفرق التوب ليفل لازم يدافع، ليفربول ومحمد صلاح يعني الناس اللي بتتابع، فاهم قصدي؟ بس الزمالك يلعب نفس الطريقه كارتيرون بتاعته، ما هو ده لو بدا كده هو مفروض. انا بقول لك بدايته لازم يبقى ضغط على النادي الاهلي، اذا ما ضغطش على النادي الاهلي انا بقول لك هيحصل استحاله. ما النادي الاهلي المفاجاه بتاعته ومفاجاته التشكيل بتاع تشكيل هجوم، ما انا بقول لك هو بادي بالتشكيل الهجومي، بس المهم ان هو يكون ضاغط، يعني يكون تعليماته ان هو ضاغط، لكن هيدي الفرصه للنادي الاهلي ان هو يتحكم في المباراه. يبقى انت النهارده اديته الفرصه ان هو يعمل عليك شغل، لكن لو انت دخلت وضغطت هتبتدي حتى الدربكه بتاعت لعيبه النادي الاهلي وتعليماتهم هتلاقيها مختلفه، انت فاهم؟ فلان هيجي يقول لك الراجل هو هيبتدي كذا، هم عارفين كارتيرون كويس وعارفين هيبدا ازاي بيلعب الماتشات ازاي الكلام ده كله، لكن لو ادى اداء مختلف في الحته دي يبقى هو اكيد طبعا اي لعيب لما هيلاقي نفسه انه بيضغط عليه حساباته هتختلف، اداؤه هيختلف، هتلاقي شد عصبي شويه، الحاجات دي كلها بتحصل. لكن لما تيجي تدي فرصة أنا النادي النهاردة يبدأ راكبني من الأول ويدي له فرصة أنه يشوت ويعدي من مرحلة للاين تاني ويشوت من بعيد ويتيجي مثلا خطأ وتيجي كرة جول في أول ثانية كانت هتيجي هدف من الماتش. هنشوف أهداف الشوط الأول يا كابتن؟ هنشوف أهداف الشوط الأول؟ يعني لو المباراة توقعي يعني أنا متهيألي أن المباراة هتبقى فيها هجوم من الطرفين، يعني توقع الشوط الأول كام؟ أكيد لمين؟ والله كده بقى يبقى ما اقدرش اتكلم اقول مين، بس يعني انت لابس قميص ابيض يا كابتن النهارده، خليها قلبك ابيض اليومين دول. يبقى الاهلي يعني، انت قصدك الاهلي ولا لا لا لا، ما انا بقول لك على حسب توقع اهدافك. شوف محمد يوسف راح عامل لي كده اهو دلوقتي وبتاع، انا بظبط اللي خليها بقى لما نشوف يمكن مفاجاه ولا حاجه. يعني هو دقايق وخلاص والشوط هيبتدي. اه توقع اهداف طبعا في الشوط الاول لمين يا كابتن؟ للنادي الاهلي اتوقع انه ممكن يهدف الشوط الاول، وطبعا التوقع في المباريات دي ممكن لكن من شكل الفريق ومن احتياج النادي الاهلي للمباراه، خلي بالك برضو المباريات الباقيه للنادي الاهلي عنده مباراه مع اسوان وتقريبا المقصه، المباراتين المؤجلتين عشان افريقيا عنده، يعني انا قصدي ايه ان مفيش مباراه مضمونه، وهو النهارده يقول لك بس انت النهارده لو الاهلي فاز انا لما اخد 6 بونت من المنافس الاساسي بتاعي ماشي ماشي بسته. اه ما انا بقول لك لو النادي الاهلي فاز يبقى بنسبه كبيره جدا الفرص الزمالك هتبقى ضئيله يعني، لكن لو الزمالك كسب هنبص على مسابقه جامده جدا، لان هيبقى في تقارب في النقاط خلاص، والموضوع هيبقى ايا من الفرقتين اللي هيسقط منه النقاط او هيضيع منه النقاط هو ده اللي هيضيع منه. وهدافين الفرقتين يا كابتن اشرف بن شرقي 10 اهداف ومحمد شريف 9 اهداف واوباما 8 وكهربا 4. واضح ان كل الجدول متشابه الا ان هم النادي الاهلي ليهم مباراتين جدا بعض. تاكيد مشاهدي متابعي التلفزيون اليوم السابع نروح نشوف مباراه الاهلي والزمالك القمه 122 ونرجع تاني باذن الله مع كابتن محمد يوسف وكابتن هشام يكرم.